بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قد بنا إن عشر كان أفرطن يسقالات فهم كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحن كسو جرنا يدقال كي أحزاب ريم مكا يهودي يو مارك تي قبيل الذي إسبهايستي طبان كونو عيدان وطا أي مدينة سو كردقين و أي دونيين إن المسلم كدبر قويان. مركا نبي عليه الصلاة والسلام أصحابتي سنوكوين مدينة قد كور رجيي و أي أسور طيب ويداي إن يسو قد بان قالدي دقال كاس مركا ماهين دقال ليك بدن كرداتي دادك كردن تي وحي أهين لبدا قيبوت با لح من أو مسلمين تكمل أه إيه طبان أو مشركين تكمل أه وح أو ساف كل انتينا مد إيه اللبا أي أحيان انت كلا ورمال اسكوك في دي قد كأي دولة كلا الشيء أي أحيان مركا وحيا لها قصة دقال كادا وحا كمل أه أصحابي قل لدي جري سعد بن معاد أي وحا كل عي ورن وحونا وقد عي هالبولة حبن هالبولة أي وقد عي ورن كاسي سعد بن معاد أو نن قريشة ولا به جري حبان بن العريقة أيا كسور رده مركا هالبولاء ينتوى دعي أيا ديك بضن برقضي مركا أيا سعد إلهي بريي ووحويري اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. إلهي وحد أكتهي إنو سجرين قف إججعل إنا لجهاده وأن كجهاده قالوا رسول كاجي بنيسي نمان كقالوا رسول كاجي بنيي أو مقالة دي سيما كاكسو سارة إنا كجيها دقوف إقجع المجرو إلهيو اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. إلهي وحن أم لينا ياه إنا ضدو دقال ندحدك تأنيي أيها فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك. هدي إلهي ودقال دنبقوه هري أنيي أي قريش دحدينا او انان جهاد او انان كو جهادنا اي نوسي هرتي الهي او اي كادي او اسي باقيال وان كنت وضعت الحرب بيننا وضعت الحرب ففجرها واجعل موتتي فيها. الهي او هدي دقال كي دمادنا او مردن بان رسولك اللي سوى ويرد انه لوقتان الهي او اي قرح ذوير او ان اياد قول انتا جهاد ايا ايقا سوى قارته. مركا وحونا دبردي ولا تمتني حتى تقرع عيني من بني قريدة. الهي او هيدلن إلا إشهد رباني قريدة أي كو قبو ستون لمن كاس نبيغا نبايا يهودة آن أركماشا لوغا ساري انتاس كبعد نبيغا عليه الصلاة والسلام المسلمين تي بغالكا هادا قاجب بدن أيا جيرت حالة علوس أيا جيرت كمانان كن أو عيدا أيا دل دوبان طبانان كن معناها أن طبان كن أو عيدا أيا دل دوبان وحا كبر انتاس مدينة نحديدة منافقين تي يهودي أيا مارك تساوك قد قدوميسا وحاجر مارك يهودي ربني قريضة أيا قد دقال كمسو قلن ماركي هوري لكن وحا دعينينكي قال كاها حيي بن أخطب أيا وحو سمايي وحو آدي أصاو حيي بن أخطب ومرحضة ننك مرحضة وها يهودي بني نظير مارك هوري نبي مدينة كأريا أو نبك برنا وحو أتاقي مارك يهودي ربني قريضة وأيا قد بلانتي ولي أنجبين نكي مدحضة اوها الى ديكتري كعب بن اسد القرادي ايو اتغي كعب بن اسد القرادي نوحوها ننك او نبغا بلان تلقالي او بلان قاضي انان دقال او سادح مرين نبي محادة يهود مركو اتغي ايو وحو كويري نيهو مانتا يقول ايان كووة دا الليبانتي ادوكي اخرو ايان كووة دا مركو هراء او حيي بن اخطب اتغي كعب كعب بن اسد الباب كبا كمفرن سو أقرأي أيو مركي دنبا كفري مركز أيو يرجئتك بعز الدهر وعن كولي أمد شرف وارته إيا بحر أو بطمارتي أو شرفة وحاسن كولي أمد مركز وحاد عوير مركز وحيري قريش إيا مدح ذي يهوغان كيدي أيان كاني إلا أماشان ليرا مجمع الأسيال أن سويد دي سيدو كلا وحان كاني قبيلة ليرا غطفان إيا مدح ذي إلا أماشان سهبلة ليرا سويد دي وحين يقول بلان قاد بلان أين إلى جلنا
إن أن محمد دبر جوينا يا أصحابتي سماهن إن أن إن سلابان ما طبعا كاس كون محمد يا أصحابتي سيد دبر جوينا يا نوير مرك كعب وحوي كعب بن أسد أو ربنا قريدة يهودا مرحوها جئتني والله بذل الدهر إلى أن كنت نارته وحا إلى تمديري هوق أو جوكتاح أو ولقي صعنا أن وحفا إدانا إيماله مركز أيا وحو كويري ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء ورهوغا إغتك حيي إضاف والله وحو محمد كما أنا أراك وحكا من بلانت أو في أرهن لوه أيا أن كو أغادي إضاف يري مركز نيو لنك لا رحيي مركا مقوصا يهودي قطره أها وكتك ديدي كعب إلا أمركي دنبكو قنعيي أو أو يرهدو إلا يسو ير إلهي بلانا غلا ياهو ير هدي قريشي ما انتا لابطو إيا غدفان أو أي محمد أيوه وحقارسين أي ماشا كتاقان أنا إيجا انتا صوت تاقا عيدا كيغا أنا وطان لفايس كاغا سو غلا ياهو ير لفايس كاغا مركي أن سو غلانا wixii aniga ugu dhacay adiga iyo ciidankaaga kugu dhacay marka dibka waa bartaas aad ku baabii doonta hadda qasab dagaalkan wax ka gal maxamed asxaabtiisa wax ka dabar go u yiri ka faa'ideeso markii dambe ilaa uu ku qanciyay kacab uu ku qancay wuxuu yiri bas way yiri balankii waa buriyay maxamed balantiisa waa ka baxay iyo kii anagii islaamka inkaga dhaxaynay dagaal uu calaamiyay yahuuddu bana qurayda markii maxay sameeyeen dagaal xarbi ayuuna dhinacooda ka galeen marka waxa dhacay waxa qisadan waxa nooga sheekeynaya ibn ishaaq kitaabkiisa weyn oo siirada wuxuu yiri safiya bintu abdul muttalib oo nabiga eedadiisa heed ayaa waxay ku jirtay dhufays oo dumar iyo caruur iyo dadkii marastaha ay ku jiraan waxaana ka dhex joogay markaas xasan bin faabid asxaabiga leeyahay markaas ayaa waxay arkeen nin oo yahuuda oo meesha ku wareegaya nin yahuuda oo meesha ku wareegaya meeshii dumarkii iyo caruurta iyo marasta ay ku xareysnaayeen inuu yahuuda ku wareegay arkeen markaas ayaa yahuuda bani qureydana waxay dhex degeen ba iyagu ciidana nabiga iyo dadka maraska dhexdood meeshii ciidanka rasuulku u joogay iyo marastiiba kala gooyeenba markaas ayaa safiya waxay ku tiri xasan war xasaanow nin waa arkaysaa nabigii asxaabtiisii iyo ciidankii waa nala ka xigsaday ninkan yahuudka waa arkaysaan lagu wareegaye yuusan ceebahana iyo dacfigana u sheegin gaalada ninkan dil ninkan naga dilay tir inta degtay dil xasan wuxuu yiri maya anigu ma ihi ninkaas yiri ninkaas ma dilayuu yiri awoodna umali waa ka cabsaday sayid xasan markaas ayaa safiya bintu cabdulmutalib oo hadda nabi maxamed oo geesigii khalqa u geysanaa eedadiisa inta dhexda xiratay ayaa bahal weyn oo ul oo tiir weyn qaadatay tiir xoog badan ayay qaadatay markaasay dhufayskii inta ka dagtay oo yahuudigii u timiday qalaf oga sida yahuudigii dish yahuudigii rabay islaamka inuu inta basaaso uu kusoo duulo naagaha iyo caruurta laay markay disheena waxa weeye dhufayskeedii gashay markaasay xasan inta u tagtay waxay ku tiri orod ka soo qaado salabkiisa iyo hubka iyo qalabka uu watay ka soo furay tiri ninkaas hubka uu wato maxaa yeelay aniga waxa ii diiday tiri inaan ka soo furto waa nin aniga ajnabiyana korkiisa ma taaban karo ka soo qaaday tiri xasan waa diiday ayana wuxuu yiri waas ma aaday yiri waa ka cabsada marka ninkii markii meesha lagu dilay yahuuddi ilaahay cabsi uu ku tuur waxay siraahdeen meeshaas dhufayskaas ciidan kale militarihaaba ka buuxaba caruur iyo xasas waxa ka weyn meesha galee ha aadinina ilaahay ba cabsi uu ku tuurayba cabsi ayaa ilaahay ku tuuray allahu akbar ilaahay ayaa maaragtay u heelanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu meeshii joogay waa uu ogaa inay reer bani nadiir ay cadow ku yihiin kuwaasada waa uu ogaa ayaa war wuxuu soo gaaray in yahuuddii bani qurayda ay ballantii ka baxeen laftigoodu oo nabiga dagaal uga soo horjeedaan yahuud ballan ilaa ma lahe kow markii nima dhib badan ahaa nimankaas yahuudda markii ay ka baxeen ballantii markuu nabiga loo soo sheegay ayuu wuxuu diray nabigu calayhi salaatu wasalaam sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada iyo cabdullaahi binu rawaaxa iyo khawaat binu jubayr hadda nabigu ma doonayn inuu cidna dulmiyo isagoon ogaan in uu maaragtay dulmigaas inuu jiro oo dagaal uu jiro oo ballantii laga baxo isagoo ogaan nabigu ma doonayn cidna inuu dulmiyo markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri niman yahu taga afartiinan intaliquu xataa tanduruu axaqu maa balaganaa can haa ulaa ilqowm amla orda tagu yiri ilaa aada soo ogaataanu yiri
waxa nimankaas xaggooda naga soo gaaray oo laga sheegayay inay run yihiin iyo in kale oo yahuudda bani qurayda inay ballantii ka baxay in kale inay run tahay soo ogaadu yiri fa in kaana xaqan falxanu lii laxnan acrifu hadday run tahay aniga igula hadla hadal aan garanayo kaligii aan garanayo dadka walaa tafutuu fii acdaadi innaas dadka dhexdooda ha dhiginina oo haddii la yidhaahdo bani qurayda halkan ayuuna ballantii ka baxday ciidanka waa kala jabaya niyajaba imaanaye aniga ii ishaaru yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam hadday been tahayna fajharuu bihi linnaas dadka u sheega hadday been tahayna dadka u sheega waa tageen asxaabtaas dhowrka ahi markay u dhawaadeen yahuuddi ayay waxay kala kulmeen wax xun yahuuddi cay iyo ay la jahreenba nabiga xataa wax ka sheegeen calayhi salaatu wasalaam waxayna yira hadalladooda ka mid ahaa man rasuulullah laa cahda baynana wa bayna muxamed walaa caqd yaa waya rasuulka ilaahay annaga iyo muxamed wax ballana nama dhex taallo wax caqdiya nama dhex yaalaan naga laabtay way ka soo laabteen marka asxaabtii rasuulka markay rasuulka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayay ishaaro u sameeyeen erayo nabigu uu fahmayo oo waxay yidhaahdeen cabal wa qaara cabal wa qaara cabal iyo qaara laba qabiila ahaynoo oo nimankii nabigu asxaabta inta siiyo asxaabtii dili jiray oo khayaani jiray marka sidoodii khayaanadii oo kale ay sameeyeen way macnaha sidii ay dhagarta u sameeyeen kuwaasoo kale ay kuwaanina u sameeyeen marka waa ay qariyeen isku dayeen inay qariyaan laakiin haddana warkii waa faafay oo waa la ogaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hawshaas markii ay soo baxday waxa weeye asxaabtii cabsi badan ayaa meesha soo dhalatay asxaabtii waxay is yidhaahdeen maantay xaaladdu alleylaha aada ayay u adag tahay shaki badan iyo cabsi badan ayaa asxaabtii dhexdooda ka dhacay ilaa ilaahi subxaanahu watacaala uu qur-aanka uga hadlay oo uu yidhi id jaa-uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaaqat alabsaar wa balagat alquluubu alxanaajir wa tadunnuuna billaahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuun wa zulziluu zilzaalan shadiida wuxuu yidhi ilaahay markii ay inkaga yimaadeen kor iyo hoos dhinac kasta inkaga yimaadeen oo quluubtii ay leexatay oo macnaha indhihii ay qalloocdeen oo macnaha cabsi quluubtiina iyo wadnihiina uu afka yimid halkan uu yimid macnaha hunguriga nin kastaa cabsi oo l maanta dhinac kasta ayaa nalka haystaa oo ilaahay malayaal a ka malayseeno dadka qayb ay yidhaahdeen maanta xaaladda waxa weeye xaan kisra iyo qaysara iyo meelahaas gaarna waxaaba madiinaaba gacanteena ka baxday oo maanta in bala dhici doonto ay dhaceen ayaa oo gaaladiina ay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisii waxay noo ballan qaadeen quruur halkaas ayaa ilaahay mu'miniinta ku jira buu yidhi imtixaan ka qaad yaa waana gariirna waa uu ku dhacay mu'miniinta marka intaas waxaa dheer munaafiqiintii madiina ka dhex kacay munaafiqiintii madiino ayaa dhex kacay waxay yidhaahdeen waxaa muxamed na leeyahay kisra iyo qaysaro kaydadkoodiiyaad furo doontaan annagana maanta nafteenna uma aamin ihin suuliga ma aadi karno meel aan u dhaqaaqna ma jirto dadkii tashuush ku fureen ilaa maaragtay qabiilada banu salama ay xataa hamisay fashal markaasaa ilaahay qur-aanka uga hadla oo ilaahay wuxuu leeyahay wa id yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu wa rasuuluhu ilaa quruura markii munaafiqiintii iyo dadkii quluubta ka jirana ay yidhaahdeen ilaahay iyo rasuulkiisii nooma aysan ballan qaadin waxaan ahayn quruur iyo waxaan ku kadsoomayno wa id qaalat daa'ifatu minhum yaa ahla yathrib markii koox ayaga ka midana ay yidhaahdeen waree madiinow laa muqaama lakum maanta wax nagaadiya meeshaan idinma yaallaan inaad meeshaan difaac usii fadhisaan waa qalad farjicu war laabta laabta yidhaahdeen wa yasta'dinu fariiqun minhum annabiy qayb ka mida ayagana waxa weeye nabiga ka idan dalbayaan maxay leeyihiin ina buyuutana cawra annaga guryahani waa cawro waa cidlo cid joogta ma jirto waxa weeye waa lasoo geli karaa guryahani yaan rabnaa inaan difaacno wamaa hiya bicawratin in yuriiduuna ilaa firaara cawro ma ahayn dhufays la-aan ma ahayn waxay rabaan inay cararaan inay cararaan ay rabaan uu yidhi ilaahi subxanahu watacala qur-aanka uga hadlay intaas ka bacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam inta koofidiisii xirtay ayuu nabigu seexday calayhi salaatu wasalaam inta nabigu madaxa dabooshay ayuu seexday markii nabiga loo soo sheegay inay reer bani qurayda ay ballantii ka baxaan ayaa nabigu iska seexday nabigu cabaar marka uu seexday calayhi salaatu wasalaam ayuu soo toosay ayuu dadka xaaladoodu adag tahay markaas ayaa nabigu soo bishaaraynayo soo toosoo yidhi allaahu akbar abshiruu yaa macshara almuslimiin
بفتح الله ونصره إلهي وينو يرى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين توكو بشارعيستا إلهي فتح جيسي إيا فرشاد وإذين فري يقوشي سوكو بشارعيستا كبعد النبي عليه الصلاة والسلام وحو قرشيسي قيبتان هدى جوكتا لو لوغهر تقي لها أو غالدان هدى كسو ورجي دو فرابلان سي لو الدفاع لها أن مركا نبي عليه الصلاة والسلام قايب كمده وحو سمي حتى قايب وحو قدر رجع عيدا كها مدينة إن الدفاع عن ضمرك إيو مرست إيو لو أردي إيو أنت كبعد نبي عليه الصلاة والسلام حالة بدن من اللي تريو أديك سي وحو دوني نبي قبيل الذي أو غدفان لبد نمك ما لحدها عيينة بن حسن إي حارث بن عوف إنه النبي له الشيو أو مركا وحو صلح أنت لقاله ويرى هذا المدينة تمر تكسر بحيس صدح ميلاد ملا إدي سينا دجالك كبح تمر كان هو كارتم اللي تريه هي أرين السياسة الشرعية اللي هذا إن لك لا تبيه مركا صدير خيا غطفان ولح كنا عيدا نو تأميشة كبحان أفر تكون قريش واسكجف ليهن أصحاب توهبان مركا مركي والنبي قدام عيسى داس ويرى عن عن مد عيان بن حسن إي حارث بن العوف aan nimankaas timirta madiina suluskeed oo ogalaano ciidankooda hanaga ka xayeene ayaa asxaabti wax yiraa markaas anaga yana quraysh aan isgalno yirnaa waxa alayhi salaatu wasalaam ayaa asxaabti sa'd bin mu'ada asxaabti labada nin oo asxaabti madaxda aha sa'd bin mu'ada iyo sa'd bin ubada ayaa waxa yiraahdeen ya rasuulallah innal qawm ala in waxa yiraahdeen ya rasuulallah in kana allahu amaraka bihadha fasam'an wa ta'a rasuulki ilaahay arintaas oo ah inaan timir nimankaas inta uu ogolaanay ay naga laabtan haday tahay arin ilaahay ku faray fa sam'an wa ta'an wa war kala mala waa adeecna waa yeelna an wa in kana shay'un tasna'uhu lana fala haajata lana fihi laakiin haday tahay arin anaga inaan nagu badbaadiso aad noos u sameeyneysid oo isleedahay yaan maanta asxaabta laga laayn iyo reema diine wax ku badbaadiyo xataa xoolo bixa haddii islaadahayna wax baahi uma qabna yiraahdeen wax baahi uma qabna maxay yeelay laqad kunna nahnu wa haula'i alqawm ala shirki billah wa ibadati alawthan wa hum la yatma'una an yaakulu minha thamaratan illa qira'a aw bay'a waxa yiraan anaga iyo nimankaas markii hore gaalnimadan ku wada suuneen gaalaan wada ahayn labadeenuba sanamiyaan wada caabudi jirnay وقتي اس ان غالده ودا اهين ما اي صدم جيرين خوله ان اميس سو هو جيرين ان اي خوله مدينه لهدهي اي عونان هداي سن مرتقاد كو عونين اما بيع كو عونين او وخا اي بيع نوغا غتن اي وخا مرتقاد ان كو سينا ما هانه وما اي سو هو جيرين هانتي الين ان اي انان ان اي عونان مركان غالده ودا اهين كو فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك نعطيهم اموالنا ما مركي إلهي إسلامك ونغو هنوني أو إلهي ونغو كرامي إسلامك أو إلهي أديغا نغو كاشرف وعزنا بك أديغا مركي إلهي نغو كاشرف أدي النبي محمد إلهي نسي مركز ميان حوليها نسينينا هدان بك شرف بضنها هدان كأود بضنها هدان كإيمان بضنها هدان ككالسوني بضنها سيدي هور ما مركي إلهي أديغا نغو كاشرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام oo adiga atbaacda ay aan noqonay mi xoolahaana maanta laaluush u qaadanayaan oo cabsi aan iyaga ka qabna aan u laaluushayna markii hore gaalada ahayn boo iska dhici jirnay waxba naga ma qaada jirina wallahi laa nuqtihim illa sayf ilaahay baan ku dhaarnay sayf waxa ahayn naga ma helayaan yir ay yiraahdeen labadii saacad fa sawaba ra'yahuma nabigu labadooda ra'yigoodi uu sax yir waa ogolaada nabigu kaleey salaatu wasalaam wa qaala wuxuuna yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam إنما هو الشيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وحاصرنا وحا أسمي أدينك درتين مركا أركي عربا إني هل دينا عيدين كوضع ديكتا أو اسكمال إنك قسو جيستي أن إسر رأى أنصار هبت بعدين ما أهانا ما أهان أرين وحييه إلهي إفرأي النبي عليه الصلاة والسلام وكارتم اللي تري الله أكبر إيمان كوضع بالفير إنت اسكبعدي نبي عليه الصلاة والسلام waxa u yimid nin qabiilada qatafan oo soo duushay kamida ee la dhigi jiray Nu'aym bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i ninkaas markaa wuu soo islaamay laakiin qabiilkaasi ma oga inuu soo islaamay markaas ayaa wuxuu yiri ya rasuulallah inni qad aslamtu ila rasuulkiisa anuu soo islaamay
قبيل كيونا مؤغا إنا صوى إسلامي آه فمرني ما شئت وحاد ربتد إفر رسولك إلهي وحاد دونتد إفر أمر إسيه أنا كقاب غادنا يدقالك مركز أيها النبي يحير عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدع أدو هالقفة طوال وحبا المسا ما يكرتده نمانك أرض نغن نية شبي يري أو أنت أد أودد نيادة كالشبي دقال قوار نقاره أوكي واقو التغيينكي نعيم بن مسعود بن عامر الأشجع واقو التغي وحو التغي رياب بني قريضة يهودي بني قريضة التغي أو إسبهاي سلالها مركو الجاهلية دي مركو التغي ملا أي أغا إنو صواء السلامي أيا وحو كيري قد عرفتم ودي إياكم وحاد أكتين أنو سيدا إذين شعلا وخاصة ما بيني وبينكم قارحان هدانا وحا أنيقي يأدين كان نقاد حيو واد أكتين مركا سيران صدقت رون أيا شاكت وحو يري مركا فإن قريشا ليسو مثلكم قريش أدين كا إذن لمن بدأهن حايا لي مقالة دان ريا مدينة أدين كا إسكاله رداتهم بني قريدة أدين كا دقن هدي قريش مانتا أي تشابان أو قول دروبان مقالة دو دي مكا أهلاليان هل كاسي أقول قوليان وإسكتاقيان حقا سي آدم مقالة دو دي لكن هدي أدين كا آجبتين ونو محاد مانتا أدين كي أيغا إنكا أتكاد حقيا آديسين أدين كي والله دين بابين أيا وإنكا أرقوصان أيا مركا قريش مانتا هو إنكا قبح كران دقالك إنتا دقال إدين قليين أيا هدانا إنكا قبح كران سيا ديرتي الدقال كان هدا قليسين وأنا بلان أدكو قشان بلان تاس أدك محيط هاي وحد قريش ويدي ستان مركا يرهدان دقالك نلقالا رهان نور ديقا عرهان وحنور رهان ديقا مركاس رهان تا النور ديكتان النقا مركز ايرهان ادين ديغان قريش دغالك لا قال الله لا ورسا حالير معايل و خير قريش هدي كلا دغالك وان كغه بخي كرا مركز ادينك محمد ادين لاينيا رهان كا قاتاي سيس دغالك ان كغه بخان الله لا ورن اي يرهدين وا او تغي نوعين بلانتاس مركي اي قاتن ايي قريش نوعين او تغي و خو او تغي قريش وانا اي خرير حوغ لايلين مركز و يري تعلمون ودي لكم ونصحي لكم واحد أكتين سيناء إذين جعلا وأن تالغا في عن إنكو قسي سو جيدي جيروا أكتهين كاسيرا نعم مركز أيو وحو كويري إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه نمك يهود ودقالك إنكو قولا جيري وحي كاشا الله ينبلنتي أي جبيين ونبي محمد أيا كدحيد وكاشا الله ينكو دهايا بلنتي نبي محمد أصحابتي سأي لقالين أي كاش الله وحين الدون أيان يهودي إن الرهن أي أدينك أنت إنك قاتان أي النبي محمد سيان وير أدينك الرهن إنك قادر هبان النبي محمد سير هبان وإسك قال له شيئا مركب بيه كيف الوير إسك تشير يا يسا يهودي الرهن إنك قادر بل أنت إنك قد بحر هبان مركب أنت محمد محمد سيان حوالها سأدينك إنك قادر أي iskudu dhinac ka soo jeesanayaan balantina ay kaga baxayaan hayeelinnin yir xoolo ay ku gorgortan lahayn ay ka qaadayaan sidoo kale qadafaan qabiilka leeyahay u tagay sidii ka dhaadhici ayadu qabiilooyinka midba mid ka shakisan yahay ayaa waqtigii la gaaray markii oo ay maaragtay ay tahay sanadii shanaad habeen sabti iyo bisha shawaal ayaa quraysh waxay u soo dirtay yahuudi waxay yiraahdeen quraashi qadafaan inna lasna bi ardi muqamin anagu ma joogna meel lagu nagaado dhulkeena ma joogna maka ayan kan wadi carradaas xoolahi waa naga halaagsan raan fardi iyo wuxuu dhan ma fadhi karna anagu madiina iskama hareereysnaa karno soo kaca aan muxamed weerarne quraashaa tiri iyo qadafaankii yahuudii kuleen aan muxamed weerarno marka yahuudii ayaa waxay fariin soo direen oo yiraahdeen maanta waa maalin sabti anagu maalinan dagaal galna ma aha وأنا أقاتهم وحي كل عيدتك أن نجا نجا هري مركي أي سبت جا دقاق سمين أنت صوحة النار دار يرهدين أن نجا الدجال بيد اللجل من أدينك قريشة إلى أترهن نصيدان حيا هدو بلنت النوغة بحكرتانه وأرنت أم مسعود كسو شقي نعيم بن مسعود كسو شقي الله كرال نقد وإلى رهن أنا صيدان دجال كيد اللجل من هدا قريش تين يغطفان مركي وركاس قريش يفرق غطفان وزوج جاري وحي يرهدين صدق والله النعيم إلهي بان كنا عرناه نعيم رونو بشاقب ور لا يهود دوابا خيانة خبان
مركز أيا يهودي وحي أصور درين قريشي يغطفان وحي فرين أصور درين يهودي وحي كوي رادين إنا والله لا نرسل إليكم أحدا إلهي من كنا رنائي هلقف دين مصور درين نوب فخرجوا معنا حتى ننجز محمدا نراعة إلى أن محمد لدى على النوب ربنا قريدا وحي رهن صدقكم والله النعيم نعيم هون ونوشا غي رادين مركز الله بدودي لحدودي شكي إيا ماركت aya ka dhacay ayagii aba maaragtay is dhibsi iyo bilaabay ayagii dhaxdooday ayaa is dhibsi iyo is khayaanad bilaabay markaas nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam waa u duceeyay ilaahay u duceeyay wuxuu muslimiin tarto way duceysanayeen waxay ku duceysanayeen allahumma astur awratina wa amin rawatina ilaa awrayinkana astur ilaa cabsideen iyo argagixeenana daji oo aamin naga dhig nabiguna uu duceeyay wuxuu yiri allahumma unzil alkitab اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم إلها ما ركتي سودتي كتابكو حسابك سودك دكتي هو إلهو اسمها إسكان جبي إلهو جبي وقرير عقوه دا إلهو روح قلوبته وروح مركا أيجي مركا سيداس أيا وحا كنا عاي إسآمينيد لعان لحدو دي أيا شكي iyo balaayo dhaxmart sidoo kale ilaahay malaa'ig ayuu ku soo diray oo argagax iyo ruucbe qulubtooda ku tuurtay inta waxa dheer habeen qabow lagu salad qabow habeen qabow badana sayidana xudayfa bin al-yaman ar rasuulku diray alayhi salaatu wa salaam si uu u soo ogaado xaalkood markaas ayuu u tagay ayagoo rarasho u diyaar garoobay markaas ayaa nabiga alayhi salaatu wa salaam uu sayid xudayfa uu u soo sheegay أنت سيعشر كأنك جوجين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.